فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. دلي وتروح بصامي، والكل كان سكران وخمران، والزلمة كان بالزلط بوضعيته اللي كنا قتل فيها. السبعتاشر طلقة اللي أكلون هني مصطع، السبعتاشر طلقة من مسدسين اثنين أكلون بقلب البيت، أكلت طلقات دلول، كانت عملية انتقام، والسبب فما كفاية، ما في داعي لشرع زيادة. الزلمة كان مثل ما هو بالوضعية اللي قتل فيها بالزلط بالصورة اللي انبست لإله، لأنه ممنوع حدا يصور الجثة هاي بالتصوير هذا جوات البيت إلا طبيب شرعي، والطبيب الشرعي ما بيحق له يحلل الجثة إلا بالمختبر الأمن الجنائي. بياخذ جثة لهنيك وبحلها مشان ما تروح أدلة وتروح بصمات منها. ثاني واحد الفيديو كان التصوير تبعه جوات الفيلا اللي كان متلتم وفايت بالجاكيت، اللي مرة قالوا سودا ومرة قالوا بيضة ومرة فكك منه، هذا كله كذب وكله تلاعب وكله تضييع وقت. اول واحد الفيديو بتلاعب فيه، وهذا التصوير كله صار بعد الجريمه اللي صارت. الجريمه قاموا فيها اثنين، جوز نانسي عجرم وبن خالته وبن خاله لجوز نانسي عجرم، هذول اللي قاموا بالعمليه اثنين عمليه انتقام، و16 17 طلقه اللي اكلهم بجسده هي عمليه انتقام مليون في المليون. والثاني اعترافات نانسي عجرم وتحريكات ايديها وشو برتها وهي، وكانت لابسه بنطلون جنز، اول مره كانت بالحمام والثاني قاعد كان غرفه النوم. تنتين كذب، ليش لابسه بنطلون جنز؟ اذا بالحمام بطلع بالكامينو، واذا كنت بغرفه النوم بطلع بجامه النوم. انتهى الموضوع، شو السالفه وشو صديقه وشو معروفه، فكينا منها، ممتك من نص نانسي عجرم. الفيديو كله كذب كذب، وامه للمجرم قالت لا هي تصفيت حساب امه المجرم، شو بدنا فيها هو رايح ياخذ حقه كذب، وانه هو استنى خمس ساعات كذب. القصه هي كلهم خبركي وفهمكم كفايه يكفي، لكن وراها الخليج باكمله وسعد الحريري مثل ما قال جورج بسوب زمانه مع انه اسد الله لا يذكره بالخير، قال بلا ما اضحك مع سعد الحريري باليخت اسبوع كامل قاعد معه باليخت، شو بدنا بالسالفه هي؟ انتهينا منها. الله يرحمه الزلمه واولاده ان شاء الله ما بيطلعوا مثل اسديين، وان شاء الله الله بيسر لهم جوا النبي. فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناه.